النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يبيع على بيع اخيه ولا يحل له ان يخطب على خطبة اخيه ما دام حدث الاتفاق المبدئي ولو بدون عقد لا يحل له حرام. فاما التفريق بين هذا فهذا من كبائر الذنوب. اما السؤال الثاني من رسالة الاخت فتقول هل الزواج مكتوب عند الله عز وجل زواج فلانة من فلان ام ليس بمكتوب؟ كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، كل ما يحدث في هذه الدنيا من خير وشر ومن قول وعمل كل مكتوب عند الله عز وجل، سبق به العلم الإلهي وسجله الله تعالى في اللوح المحفوظ في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر مسطور عند الله، كان ذلك في الكتاب مسطورا، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء احصيناه في امام مبين. فكل شيء محصى مسجل مكتوب عند الله، كل شيء احصيناه كتابا. فلذلك الزواج مكتوب عند الله، اذا كان فلان هيتزوج من فلان ولا فلان هيتزوج من فلان مكتوب عند الله، والطلاق مكتوب عند الله، واذا كان فلان حتتزوج فلان وتنجب ذكرا او انثى مكتوب عند الله. كل هذا كل ما يجري في هذه الحياة جرى به قلم القضاء وسجل، قلم التسجيل الالهي سجله، فهذا مكتوب. ولذلك يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكن ليس معنى ان الشيء مكتوب ان الانسان يعني يقول ده مكتوب والمكتوب ما فيش منه هروب وبعدين يعني لا يسعى، لا، لاننا لا نعرف ان كان الشيء مكتوبا لنا او علينا او لا حتى يتم ويحدث بالفعل، انما احنا لا نعرف الان، الواحد لا يعرف ما المكتوب له او عليه بعد هذه اللحظة، نعرف ما حدث لنا من قبل، اما بعد اللحظة الانية لا تعرف ماذا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلذلك الشيء المكتوب لنا أو مكتوب علينا نجهله، ومن هنا علينا أننا نسعى نأخذ في الأسباب، نشوف الأسباب التي تحقق لنا الشيء الذي يعني ينبغي تحصيله والشيء الذي ينبغي تجنبه، فنسعى في اجتلاب الخيرات كما نسعى في اجتناب الشرور والسيئات، ولا نقول إن كان مكتوب سيأتي لنا وإن لم يكن مكتوب، لا، إننا لا نعرف نحن المكتوب، نحن مأمورون بأن نتبع الأمر والنهي ونتبع السنة ونتبع قوانين الله في خلقه وفي أرضه، وبغض النظر عن المكتوب ما هو، لأن ربنا لم يكشف لنا عن صفحة المكتوب حيث نعرف. فكل إنسان مطالب بأنه يعمل الخيرات ويجتنب الشرور والسيئات وبعد ذلك يترك، إذا كان في أشياء مكتوبة له أو مقدرة عليه يتركها لله عز وجل، فإن كانت مكتوبة حتى هتحصل، في أشياء نملكها وأشياء لا نملكها، التي نملكها بنحاول نسعى فيها، واللي لا نملكها أمراض تأتي لنا، حروب تحدث، أزمات، مجاعات، أشياء لا نعرفها، دي نكلها إلى الله، ودي اللي نقول فيها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وسؤال أحد الإخوة يسأل عن معنى قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ويتصل بهذا سؤال من أخ آخر أو أخت أخرى الله أعلم يسأل أيضا عن الغيبة ما معناها وما حكمها ومتى تجوز ومتى لا تجوز. فذلك أن هذه الآية الكريمة جاءت في شأن الغيبة، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فنهى الله تعالى المؤمنين
عن اجتناب كثير من الظن اللي هو ظن السوء. كثير من الظن اي ظن السوء. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، اللي هو ان تظن باخيك شرا بدون دليل على هذا الشر. الاصل ان الانسان يحسن الظن باخوانه المؤمنين ويحمل امرهم على الحال الاحسن ويحسن الظن بهم، كما قال السلف خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، هما حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس. فالمطلوب الانسان يحسن الظن اخوانه ويجتنب كثيرا من الظن وهو ظن السوء، ان بعض الظن اثم، الا اذا رأى دليل معين. يعني انا شايف واحد داخل الحانة الخمارة، والله هو اللي عرض نفسه للتهمة، يعني اذا شفته وخاصة اذا تردد عليها مرة ومرة خلاص من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من اساء به الظن. انما الانسان اللي لم يرى عليه شر، الاصل فيه اننا لو فرض ان رجل صالح وشفته داخل مرة الحانة، والله اقول لازم يكون داخل لسبب معين، يمكن رايح يستنقذ واحد من هذا، او رايح يأخذ واحد يعني يبعده عن هذا الشر او كذا او كذا، يعني ما ليس هناك اي دليل على انه من اهل هذا الشيء. انما لو تقرر منه مرة ومرة، الله، يبقى خلاص، يبقى هو اللي وضع نفسه موضع ليه التهمة. يجتنب كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسه، لان احيانا سوء الظن يجعل الانسان يتجسس، يحمله على ان يتجسس ويتصنت على الاخرين ويحاول